طالب الشعب ايضا مهدده من طرف يعني فئات طروحات مختلفه وفئات مختلفه. انا تحدثت عنها في كلمتي ونبهت الى تلك المسائل والاصوات التي يمكن ان تهدد مطالب الشعب. وش مكان التطرف هنا يا حدد لا مثلا صخب المتشددين. هناك في كل تاريخ، في كل تجربه، في كل ثوره، في كل حركه، في كل حراك، في كل كذا، على صعيد العالم كله هناك تجد من اليمين الى اليسار، تجد واحد يريد ان يتمنى ان لا يكون تكون هذه الثوره وهو مع نظام الاستبداد والفساد، وتجد الاخر يريد ان يلغي كل شيء، عنده فكر عدمي يريد ان يلغي كل شيء. والمطلوب من النخب العالمه، من النخب المجربه، هي ان توجد الحلول الوسطى التي تحقق مطالب الشعب، نعم، ولكنها في نفس الوقت لا تيأس الآخر. ولذلك الأصوات، أنا دعوت كي يرتفع صوت الصادقين في 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 مشاركتهم في الثورة، الصادقين في تبنيهم لمطالب الشعب، الصادقين في إيمانهم بأن الشعب هو صاحب الحق في سلطة الثورة.